قيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنرحب جزيل الترحيب بالإخوة الكرام، نقول لهم حللتم سهلا ونزلتم أهلا، مرحبا بكم في مدينتكم الثانية القطينة، فمرحب بكم، ونتمنى إنها تكون يعني نصائح لها وقع في النفوس، ونسأل الله العظيم أن ينفعنا بما نسمع، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا أحول بينكم وبين شيخ شهاب، فليتفضل في نصائح مجزيا مشكورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الواحد يعني فرحان جدا إنه بين أخوانه، وأنتم في طاعة تحسدون عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم ويبارك لنا ولكم في العلم والعمل، وما أنتم فيه من أعظم العبادات وأعظم من النوافل، أعظم من قيام الليل وصيام النهار إذا صحت النية. زول إذا بقت نية صحيحة، فما أنتم فيه من حفظ القرآن الكريم هو من أعظم العبادات، ولا شك أنكم تعلمون ما في هذا العلم من الأجر والثواب. وأصلا كل العلوم مبناها على القرآن، كل العلوم الشرعية التي ينجو بها الإنسان يوم القيامة مرجعها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق العبد في أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه قد تقلد مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة. وده يخلي أخواننا الإنسان يجتهد ويمشي لقدام، وش يخاف ويرجع لورا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر المدكر. قال الإمام القرطبي: أي سهلناه للحفظ. شوف الكلام ده عجيب كيف قال، يعني الآية دي معناها شنو؟ قال: أي سهلناه للحفظ، فهل من طالب لحفظ القرآن فيعان عليه؟ ودي أخواننا يعني بشارة من الله سبحانه وتعالى، إنه أي زول اجتهد وأخلص النية وسأل الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا يوفق يحفظ القرآن. وده يكون بداية لطلب العلم الشرعي. الإنسان ينوي به النيات الصالحة، ينوي به أن يتعلم هذا القرآن وأن يعلمه للخلق جميعا، وأن يدافع به عن الإسلام، وأن يمشي به بين الناس، وأن يكون كل ذلك أو كل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية كما تعلمون، أو هذه الصورة، جمعت السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا قال: والعصر، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالوقت الذي ما بين ولادتك إلى وفاتك، محل العمل
إن الإنسان لفي خسر. يعني كل الناس بني آدمين كلهم شنو في خسر؟ معناه شنو؟ معناه خسرانين. مش ربنا قال كل الناس خسرانين إلا في ناس ما خسرانين؟ منهم ها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا معناه شنو؟ تعلموا. ها؟ تعلموا. تعلموا. ها؟ آمنوا بالله. جميع الإيمان يا أخوان، جميع أركان الإيمان، وأول ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شيخ ابن عثيمين قال الإيمان بالله فيه أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، أن الله هو خالق الكون. الثاني الإيمان بربوبية الله. ربوبية الله معناه شنو؟ أفعال. أفعال، تمام. أفعاله زي شنو؟ الملك والخلق. الملك والخلق والتدبير. خلق زي شنو؟ أيوة، الأرض والسماء، كل ما في الكون خلق. عشان كده الآية بتاعت سورة الرعد ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. الآية دي ربنا بينكر على المشركين، ولو أنتم الناس سويتم مع الله ليه؟ هل خلقوا مع الله حاجة؟ معناه خلقوا ولا ما خلقوا؟ معناه خلقوا ولا ما خلقوا؟ ما خلقوا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ يعني في ود أحمد خلقوا المكاشف، ود أحمد خلقوا الله، فده المشرك ده أشرك بالله لأنه ما مميز، ويا طول خلقوا الله ويا طول خلقوا المكاشف. في كلام زي ده؟ ما في. فده توحيد الربوبية. توحيد النوع الثاني التوحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه شنو؟ إفراد الله بالعبادة. هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات زي شنو؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أيوة، أسماء الله الحسنى. والصفات زي شنو؟ السمع والبصر. سمع والبصر والكلام الضحك الكلام والقدرة والوجه والاستواء والعين نثبتها كما أثبتها الله لنفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لو إنسان أخل بشيء من هذه الأقسام حكمه شنو يا أخوان؟ لو مثلا قال العبادات دي كلها حق الله لكن في غير الله بيخلق، ده حكمه شنو؟ شرك أصغر. شرك أكبر. يقول غير الله يخلق ده شرك أصغر. شرك أكبر. شرك أكبر. شرك أكبر. شوف الربوبية دي شرك أكبر ولا دار عن إخراج ذاته. والألوهية برضه شرك أكبر. الألوهية برضه شو؟ شرك أكبر. كذلك من يجحد الأسماء والصفات. طيب زول عنده خلل في واحد من الأنواع دي بيكون مسلم؟ ما بيكون مسلم. طيب دي أخواننا بتجعل علينا مسؤولية كبيرة جدا. الخلوة دي أخواننا الناس ما تحفظ فيها القرآن فقط، إنما القرآن والعقيدة الصحيحة. أهم شيء تبلغه للناس العقيدة. يعني أنت بتشوف أنا عندي أهلي وأنت عندك أهلك وده عنده أهلي. اي واحد فينا عنده اهل تلقى بس انا لو قلت لناس احكوا قصص يحكوا لك حاجات غريبه. يقول لك الشيخ بيحكوا قصه، قالوا الشيخ جر الشمس مع الملائكه وداك قلب التمساح حجر وداك خلى النمله تحلب اثنين رطل. تسمع عند الصوفيه عادي، عرفتها؟ طيب زول بيموت بعقائد زي دي اخواننا نحن عارفينه بيمشي النار، كويس؟ هل نحن نسكت ولا نمشي نبلغ؟ نمشي تبلغ، نمشي تبلغ وتجتهد
انه تحفظ حفظ تمام عشان ادلتك تكون قويه وكلامك يكون قوي وتعلم الناس والعلم يكون معاك في صدرك. هسي انت بتحفظ ليه؟ عشان تاني القران ده يكون في راسك زي ما قالوا السلف: ليس علما ما حوى القمطر انما العلم ما حواه الصدر. القمطر ده زمان الناس ما كان عندهم يعني كتب زي دي، ما عندهم، كان عندهم شنو؟ ها؟ الجلود، يكتبوا على الخشب وكده. والقمطر دي حاجة كبيرة زي السحارة، تعرفوا السحارة؟ ها؟ خشب صندوق كبير كده يقوم بيخد فوقه الكتب دي عشان ما تضيع، زي الألواح وكده يقوم بيخدها، ده اسمه القمطر. يعني أنت شايل مثلا، أنت شايل القرآن كله كتبته وخطيته في محل وأنت ما حافظه، دار تيجي تستدل تقوم تقول لي يا ناس امشي امشي كده خلينا نمشي على الفوق دي. عشان كده العلماء قالوا العلم ما دخل الحمام. زول بيشيل المصحف وخش بيه الحمام كيف؟ كون في راسك، كون في راسك انت بتخش الحمام صح؟ عشان كده واحد من السلف قال: علمي معي حيثما يممت يتبعني. حينما مشيت العلم معي، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكون ماشي جاهز، عرفت؟ لقيت مسجد من المساجد تقوم تتكلم وأدلتك موجودة توفر. لقيت صوفي قاعد يلعب على الناس ترد عليه، أدلتك من القرآن ومن السنة جاهزة وموجودة. تمشي زول سألك تجاوب للناس بالقرآن والسنة كلام السلف في التفاسير وفي غيره، يكون كلامك موجود. فالعلم يا اخواننا، ربنا قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم ده نور. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك بالعلم، بيرفعك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم عنده واحد يعني من الوزراء او الولاة قال له: من وليت على كذا؟ قال: فلان. قال: من وليت على كذا؟ قال: فلان. قال: من وليت على الوالي؟ يعني بقى والي الوالي ده مكة. قال: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي، يعني مملوك. قال: وليت على أهل الوادي مملوكا؟ قال: فإنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، ده عمر بن الخطاب بيقول كده: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. القرآن ده ربنا بيرفعك به. فده غير الأحاديث الثانية في فضائل تلاوة القرآن. يعني لما تكرر لك آية واحدة بس للحفظ تكررها كثير، شوف الأجر بتاعك ده كله أجر. وغير الأجر يوم القيامة، وقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وغير من الفضائل الكثيرة والعظيمة للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك عقلك ويفتح لك بصيرتك لهذا القرآن، فيه من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيا اخواننا، تخلوا الحفظ بتاعكم، مش الزول يحفظ بس عشان يقولوا زول حافظ او يمشي يصلي بالناس او كذا او كذا، لا، عشان يكون هذا القرآن هداية للناس، اشتغل به دعوة. وانت قد تقول كلمة ربنا سبحانه وتعالى ينفع بها خلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش أو من حمر النعم. وحمر النعم كانت غالية عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء أو العقيق دين مكانين. يعني زول يمشي من هنا مثلا نقول للزرق يغدو يعني يمشي بدري فيرجع بناقتين كوماوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. تلقى لك تمشي وتجي تلقى لك مال كثير جدا ناقتين كان دي أغلى أغلى القروش زمان. لا في قطيعة رحم ولا في حرام. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لئن تغدو إلى المسجد فتتعلم آية خير من ناقة وآيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الذئب. ده فضل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح من غدا إلى المسجد أو راح لا يغدو إلا ليتعلم علما أو يعلم علما فله مثل أجر تاما حجه فله مثل أجر حاج تاما حجه. يعني أنت مشيت المسجد ده بنية إنك تتعلم أو إنك تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عندك أجر شنو؟ حديث صحيح الشيخ الألباني له أجر حج شنو؟ تاما حج. أنت حتمشي كم يوم المسجد؟ سنة كلها أنت ما شاء الله الله يبارك في المسجد. حج يقول لا ربنا بيكتبها لك. يا أخوانا الإنسان يتعامل بصدق مع هذه الأحاديث ويوقن بما فيها من الفضائل. في العلم يا أخوانا في أمور ضرورية لازم تتعلم. ده بسموه فرض عيني. فرض شنو؟ عيني. لازم تتعلم الصلاة دي لازم تتعلمها بلا دين. تتعلم الصلاة شنو؟ وسهلة يا أخوانا ما صعب ما صعب أصلا. وأنت تلقى نفسك بعد شوية عرفتها بتركع ذاته تستمتع بالصلاة تكبر تقرأ قرآن. تلقى الناس في الصلاة بيقروا سريع سريع. الإمام إذا انتهى تلقاه سكت مش أو الإمام إذا طول في الصلاة خاصة الصلاة السرية بتلاحظ إنه الناس سكتوا. لكن أنت لما تكون حافظ بتكون بتقرأ تتمنى إنه الإمام ذاته ما يسجد سريع مش لأنه بكون في راسك في صورة دار تراجعة في كده. بعد ذاك لما تجي تركع تقول الأذكار تتذكر في إنه أي ذكر فيه فضائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. يعني أحرى أن يستجيب لك. تنوع في الأذكار وكده تعرف الشغل ده دي تستمتع بالصلاة. فده من الفروض العينية. مثلا جاء رمضان لابد تصوم شنو؟ رمضان لابد الإنسان يتعلم أحكام الصيام. يعني أي عبادة أنت دار تبدأ فيها لابد شنو؟ تتعلمها أول. ده اسمه فرض عيني. والفرض العيني ده ما بيعملوا لك زول ثاني لازم تعمله. النوع الثاني اسمه فرض الكفاية. فرض الكفاية العلماء قالوا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية عن الباقين. زي شنو فرض الكفاية؟ صلاة الجنازة. أحسنت. ها؟ السلام. ها؟ السلام. السلام. كويس. أها. لا الجهاد ذاته فرض كفاية. الجهاد ذاته فرض كفاية. كان تمثل بالجهاد. زي الدعوة إلى الله فرض شنو؟ كفاية. لكن مثلا جاء عدو خش علينا نحن كافر الواجب انه شنو؟ نقوم نودي له 100 مثلا
إذا كفوا خلاص، إذا ما كفوا لازم شنو؟ نودي العدد الكفاية. ده اسمه فرض شنو؟ فرض الكفاية. الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، وهي من أعظم فروض الكفايات التي مش فرط الناس فيها، جعلوها حربا للإسلام. الآن مش في دعاة بتاعين صوفية يقول لك الشيخ بيخلق، زي ما قال البرعي، قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. قال تد شيخ مرته تد خادم قام ساق الحوار وقام قطع عليه عود قدر قامة الإنسان غطاه بالتوب وشال السبحة، وبعد ذاك العود الشجرة انقلبت شنو؟ بخيتة. ما سمعتوا بالكلام ده؟ قال انقلب بخيتة. والكلام ده بيعارض آيات واضحة جدا في القرآن. منو يرد علينا؟ يرد على الكلام من القرآن. لا تبديل لخلق الله. أول آية في الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من شنو؟ ده قال من شنو؟ برعي قال من شنو؟ من عود. هنا نصدق منو؟ صدق القرآن. صدقت القرآن لازم تدعو للكلام، تبين للناس. وشوف يا اخوان، الناس ابو جهل ما كان مشكلتهم في الموضوع انه غير الله ما بيخلق. ما كان بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا اللات بيخلق، لا هبل بيخلق، لا منات بيخلق، لا مشكلتهم ما كده. يقول لك لا منات لا هبل، ما في واحد بيخلق. ده البر يجي يقول لك ده اللي بيخلق. وقصص كثيرة كلها فارغة وكفرية وضلال. ده بيقولوا انه ال 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 الولي بيحيي الميت من القبر. قصص كثيرة جدا، زي ما قال عبد المحمود نور الدائم في كتاب النصرة العلمية. قال عنده تلميذ بعدين شغال ذكر تقيل، ايه شغل النطيط بتاعه ده؟ كروبات ساي ده، ما ذكر ده. لو كان بيجي يلعب في نادي من الأندية أو كده أنا أحسن لك سب زمن. فده قال للمريد بتاعه الحوار يعني، قال له أنت زول ذكرك كثير لكن ما عندك أجره كثير. ليه؟ ده داري فهمك إنه بيعلم الغيب. زول بيعلم الغيب يا أخوان، الدليل شنو؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ما بيعلم الغيب. فده قال له أول حاجة ده يدعي علم الغيب، ده من هنا كفر. بعد ذاك قال له أنت شكله أبوك مات وهو ما راضي عنك. قال له كده. قال له نعم. قال له راح ورينا قبره. شوف الكذب. أنت ما عرفته، ما أقصى الدرجة، ما عرفت قبر أبوك كذاب صح؟ المهم بعد ذاك قام قال له ده قبر ابوك هاي. قام قومه قال ميت قبر قومه. قام قال فقام قال له الفقراء جوك عشان تشفع في ولدك. قال لهم قبلت شفعتك. كم ما انتوا؟ قال كم ما قبلت. ارجع قال له بس انا لو لقيت طريق امرك من القبر برجع ثاني. ده مش كفر زندقه؟ الادله اللي بتبطل الكلام ده انه ما في زول بيمرق بعد ما يموت من قبل. زول حصل سورة ياسين؟ لا. سورة ياسين ما بزول حصلها؟ زول حصلها شيخ؟ لسه؟ حصلتوها؟ ما اخوانا زول ما يحفظ ساكت. ما يحفظ ساكت. المصحف ممكن يكون قاعد في صوفي يقول غير الله بيخلق. المصحف ده قاعد. لكن الزول اللي بيتكلم ده وين؟ ألم؟ لا لا. قال من بعثنا من الغدنا هذا؟ لا من بعثنا من الغدنا كيف أنا صوت؟ الكلام ده يوم القيامة. الشيخ
قال ابو زول الميت ده في الدنيا جوه الدليل انه زول المات ما بيرجع ثاني زول مات ثاني ابوه من قبل الدليل شنو؟ ها؟ ها؟ ها ناس هذا شنو؟ أليس بقادر على لا أنت مستدل للشيخ يعني؟ دارك تستدل للشيخ؟ يعني أنا أتخيل أنا ده مت أنا مت ما هو الشيخ قال لك كده ده بتاع السمانية أنا مت يجي بشرة ده يمرقني من القبر كلام ده صح؟ ها؟ صح يا ناس؟ صح؟ هنا اسمك من أنت؟ ها؟ عبد المجيد صح الكلام ده؟ ما صح. ها طيب الدليل شنو انه ما صح؟ ضرب ضرب مثلا سخن ها؟ ضرب عليها مثلا ونسي خلق لا ها؟ شنو؟ كل شيء عليها شعر لا لا وصحيح الآية دي من السياق من المحلة دي في ورد وليحييها الذي انشأ أول في ورد ها انا اول من تنشق الارض عن جمجمتي يوم القيامة صحيح لكن من القرآن ها اخواننا زول يقول لكم غير الله بيخلق قلتوا ما شاء الله حافظين الصورة اللي فيها الرد وما دارين تردوا ولا ما قادرين تردوا ها ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم الآية دي معناها ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهلكنا قبلهم من القرون يعني ماتوا مش أنهم إليهم شنو لا يرجعون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أها كلا رجع ما في ربنا قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم ما بترجع الشاهد من الكلام إن أخواننا الإنسان ما يحفظ يحفظ القرآن من غير ما يفهم معانيه ربنا سبحانه وتعالى يسر للإنسان يحفظ القرآن شيل معاك تفسير مثلا زي تفسير السعدي أقرأ معاني الآيات دي فيها عشان تقدر شنو كيف تدعو لربنا سبحانه وتعالى المهم الشاهد من الكلام إن أخواننا لابد يا أخواننا الإنسان يحفظ القرآن ومعه شنو يتعلم العلم لأنه بتلقى الصوفية دي عندهم ناس حافظين القرآن ده حفظ شديد تلقاه بيكتب في البخرات ده ما استفاد حاجة من حفظ القرآن حفظ القرآن عمل صالح لكن ده ما استفاد منه شيء تلقاه بيقول إنه هو بيعلم الغيب تلقاه بيقول لك الشيخ بيعلم الغيب فهذا حفظه للقرآن حجة عليه حجة عليه يعني يوم القيامة هيتورط فنحن دارين أخواننا من الشباب الزور يكون عنده همة الشيء بيخلي اخواننا زول يحفظ تمام يكون بيحب الحاجه هسي بعض المرات بتلقى في صور كده انت حفظتها سريع وما بتنسى صح ولا ما صح زي صوره شنو واحد يدينا مثال ها ها الفاتحه كويسه ها اثناء الحفظ انت تلقى في صوره قدرت تحفظها مش سريع صوره مريم مثلا البروج أيوة فأنا شاهدي من الكلام شنو أنا شاهدي من الكلام إن أخوانا الإنسان مع حفظه للقرآن يتفهم معانيه حتى يستطيع أن يبلغ به دعوة الله سبحانه وتعالى طيب نحن عشان ما نطول عليكم ممكن لو في أسئلة خلي الناس تسأل أي سؤال إحنا في النهاية ناس أخوانك وزيك بل أنت أحسن مننا ف
لو في سؤال نحن ممكن نفيد به وكده عشان السفر. والله من بدأ بحفظ القرآن وتفرغ له فالأحسن له أن يحفظ القرآن ولا ينشغل بشيء من ذلك إلا إذا كان مثلا المشايخ في الخلوة خصصوا برنامج، أنا شايف يكون أحسن ذاته عشان هم يقدروا يقربوا للناس المعاني كده يكون أحسن. فالإنسان يتفرغ لحفظ القرآن ودي طريقة العلماء، إنه كان أول حاجة زول بيحفظ القرآن عداك يمشي شنو لبقية العلوم، أول حاجة بيدخل الزول الكتاب يحفظ ويكمل القرآن عداك يمشي لبقية العلوم. لكن قد ما يتيسر للإنسان إنه يلاقي له ناس عقيدتهم صحيحة وكذا يقروا العلم الصحيح، فأنا أقترح مثلا للمشايخ هنا في الدورة أو في الخلوة إنهم يجعلوا شيء من العلم ولو كان فروض الكفايات، مثلا الصلاة في الفقه أبواب معينة في العقيدة، وده أهم حاجة، أهم حاجة في العقيدة يجعلوا شيء من الأبواب مثلا من كتاب التوحيد وغير ذلك، وما يرون من العلوم المهمة لطالب العلم، على أساس إنه الزول لما يتخرج من الخلوة يتخرج حافظ للقرآن ويتخرج إنه إنسان ممكن يصلي بالناس الجمعة، يصلي بهم التراويح، الصلوات، يخطف فوقهم، يوعظهم، يعمل لهم دروس، يكون زول جاهز مستعد. ودي يا أخواننا ما صعبة، أصو ما صعبة، ما تشوف الشغلانية دي صعبة، ما صعبة. إذا الإنسان استعان بالله سبحانه وتعالى صدق النية مع الله ربنا بوفقه، ربنا بوفقه. ومما تبدأ أنت الكلام خاصة الإنسان الحافظ، مما تبدأ الكلام تلقى بعد الآيات في المعنى بتاع الآية المعينة بيجي يجيك آيات كثيرة تلقاها بدأت تجيك، حتى أنت ذاتك حتقوم تختصر عشان الزمن ما يسرقك. فالموضوع سهل يا أخوان، لكن داير صبر وداير عزيمة من الناس، والناس تبقى على قدر المزولية، وإنه الإنسان ما يتخرج بس فقط حفظ القرآن حروفه وانتهى الموضوع. خلاص المتصرف ده اللي بيطلع الزول مسجل بس. ايوه بطلعوك مسجل. طلعوك مسجل. تفتحوا كده. حديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث يذكره العلماء في الذكر عموما وفي العلم خصوصا، في فضائل الذكر عموما وخصوصا في فضائل العلم، أن مجالس العلم فيها السكينة التي هي الثبات، وفيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وتحضرها وتحفها الملائكة. مجلس العلم فيه الملائكة، فده يذكر في فضائل الذكر عموما وفي فضائل العلم خصوصا. ايوه ما سمعتك كويس. ما سمع. إن لله عبادا شنو؟ قال لك حديث ده يعني أنت؟ داريز لك من مقولة بتقول إن لله عبادا فسدوا في الأرض ما فسدوا أولئك هم عتقاء الرحمن. والله ما بعرف حديث، ما بعرف حديث، ما أعرف حديث. لا قاك وينت؟ ما بعرف حديث، لكن هذا قد يذكر في فضائل التوحيد في أدلة تانية عليه، أن هناك عباد يسمون بالجهنميين، جاءوا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في البخاري ومسلم، يسميهم أهل الجنة
بالجهنميين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا هو الصحيح. ومعنى ذلك أنهم جاءوا بالتوحيد وإن كانوا وقعوا في المعاصي والموبقات. وده ما فتح لباب المعصية وكذا، ولكن هذا يذكر في باب فضل التوحيد، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربنا قال التوحيد، في التوحيد ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر الشرك، لكن بيغفر ما دون الشرك لكن لمن يشاء. عشان ما تقول يا سلام ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك، ربنا قال لك لمن يشاء. فالإنسان يكون على خوف، كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا. ما تستهين بالمعصية. زول المنافق بشوف تلقاه مثلا ما بصلي، تقول له هذول، أو تلقاه مثلا بيأخر الصلاة ويقدم دي وكذا، تقول له هذول ما تأخر الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ديل اللي بيأخروا الصلاة. يقول لك ونحن كويسين ذاته قاعدين نصلي. يقول لك يعني بشوف شنو، حاجة بسيطة عرفتها. تقول له هذول ما تتنهر في أبوك وأمك، يقول لك يا هذول وكونه أنا ذاتي جيت وقفت في وشهم، طيب هم دارين شنو أكثر من كده، أنا قاعد أدفع لهم تاني. فده يا أخواننا شنو؟ ده ما بيجوز، ده حرام، ما يجوز. أيوة ده كافر، كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها قد كفر. يا سلام، ده سؤال محترم جدا. إذا الإنسان حفظ القرآن من أين يتعلم؟ يتعلم من العلماء الموثوقين السلفيين، ولا يتعلم من الصوفية ولا أي زول عنده جماعة، أنصار سنة لا أخوان مسلمين، كل ما تتعلم. وتتعلم بما يسر الله لك. أفضل شيء في العلم أن يتلقى من أفواه العلماء. إذا ربنا يسر لك تهاجر الهجرة في طلب العلم والرحلة في طلب العلم، هذا من منهج السلف. قال البخاري: باب الرحلة في طلب العلم، وذكر قصة موسى والخضر في سورة الكهف. فده الأفضل، ده الأحسن. تلاقي العلماء زي الشيخ الفوزان مثلا، الشيخ محمد هادي، والشيخ ربيع، أو غيره من العلماء الموثوقين، من نعرف ومن لا نعرف. إذا ما تيسر لك، أشرطتهم موجودة. الشيخ ابن عثيمين سئل: هل الإنسان إذا ما توفر له علماء، أو كانوا العلماء الموجودين علماء ضلال، وقرب الكتب وسمع الأشرطة، هل ده طالب علم كويس؟ قال نعم. وما تتعلم من المبتدعة، لأنه ديل بيدوك علم بورطك. تباري الأخوان المسلمين بعشية يمرقوك خارجي من كلاب النار، تباري ما أعرف لك صوفية تمرق برا الإسلام، تباري أنصار سنة يمرقوك حزبي مبتدع كده، ما تباري الناس. بس خليك نجيط مع الكتاب والسنة، بيفهم منه السلف الصالح، ما منتمي لأي زول، بس القرآن والسنة. انت زول ربنا اداك القرآن، يقودك القرآن، ما يقودك داك ونحن وجينا في البلد دي ويخلعك، ونحن الدعوة من سنة 31 جيش، نحن ما جيش. في آية وحديث: اشتغلت ربنا بيرفعك وأخلصت لله، قعدت تتلولو ربنا بيخزيك. نسأل الله العافية. فتأخذ العلم من العلماء الموثوقين، كما قال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يزول تشيل منه علم. تسمع عليه ابن عثيمين الشروحات المهمة كلها شرح، داير في العقيدة كتب العقيدة غالبا شرح، داير في الفقه، داير في التفسير، داير في الحديث، داير في اللغة العربية، داير في مصطلح الحديث، داير في أصول الفقه، داير في الفقه، كله شرح رحمه الله. فتاوى موجود، شيخ ابن باز، شيخ الألباني كتبه موجودة، دي مهمة. من الأمور المهمة برضو
تقرأ الكتب بتاعت الردود اللي بترد على الصوفية، كتاب اسمه التوسل للشيخ الألباني عشان تعرف الشبهة بتاعتهم، كتاب اسمه تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، كتاب مختصر العلول الذهبي عشان تعرف شنو المنهج كويس. لأنه الآن يا أخواننا الصوفية، زمان كان الصوفية بس نوبة وفتة وكده، لكن الآن بيحاولوا يقوموا يلخبطوا على الناس بمظهر العلم، هو كذاب لكن بس بيحاول يصر على الناس بالعلم، ها، ويكذب على العلماء وكده، وبعض مرات بيجيب لك آية لكن هو فاهمها غلط، فأنت إذا ما عارف التفاسير تتورط. فلابد يا أخوانا الإنسان يتعلم، الإنسان في العلم تأخذ بسيط بسيط وتستمر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب العمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه، ها، وإن قل. إن شاء الله يوميا حديث، يوميا تفسير آية واحدة بس وتكررها كثير زي ما بتكرر القرآن. أنت مع الأيام والليالي بتلقى عندك علم غزير، ما تستعجل. السلف قالوا، العلماء قالوا: ما جاء جملة يذهب جملة، لكن تواصل. هاي ما تشفق. العلماء قالوا: ما جاء جملة ذهب. تكرر الصفحة دي، لو كررتها وليتوا بتحفظوا بشنو؟ باللوح. اللوح ده تكرروا، انتوا بتكرروا كم؟ ها؟ ده اللي بيمشي سريع ذاته. أنا أنت بتقرأ كده بعشان تلقى نفسك حفظته، تقرأ أول حاجة هتنساه سريع، نمرة اثنين هتحفظ غلط. دول تلقاه بيشيل كده المصحف ويقرأ ويعاين بيجاي كده، ده هيحفظ غلط ولا ما كده؟ مش قاعد يلاقيك الشغل ده يا شيخ؟ أيوة، الناس بيشيلوا كتير أصلا بيغلط. أيوة بيغلط، شيل بسيط وتقرأ تعاين. ليه تعاين تقرا كثير؟ عشان اول حاجه ده بيبقى زي التصوير اللي انت صورت الصفحه دي، بعدين لما انت تسمع وتقرا وتعاين ده بيبقى شنو؟ الحواس دي لما تمشي للمخ، المعلومه دي لما تمشي للمخ، ها، تبقى حاجه شنو؟ قويه جدا. اديكم قصه ذكرها العلماء في الباب ده. قالوا في واحد من طلبه العلم بعدين بيمشي يحضر درس في الفقه الشافعي او في دروس، يعني دروس العلم الشرعي، بيجي البيت يكرره كثير، عنده حبوبته قاعده يعني بتكون بتسمع وهو يكرر الدرس، وهو بكرر الدرس، فمرة قاعد يكرر في الدرس، العجوز دي قالت له، قلت له: انا حفظتها يا اخي، انت بتكرر كثير كده ليه؟ انا حفظتها. قالت له، قال لها: سمعي لي الدرس. سمعته له زي ما يعني. من حفظه ما عاوز هذا. قامت ده فتره بعد ايام قال لها: يا عجوز هاتي الدرس. قال لها: جيبيه. قالت: لا احفظ منه شيئا. قال: فاني اكرر كي لا يصيبني ما اصابه. انا قال لها: بكرر عشان شنو؟ عشان ما يروح مني. بعدين انت حفظك الاول ده لو نجيط، ثاني بعد ذاك لو داير تعمل عوده وكذا يقول لك ساهل، يكون ساهل. لكن لو حفظك الاول ملك لك تكون تعبان. الانسان يا اخواننا يكرر الصفحه دي 100 مره 150 مره، تتنقش عليهم. ثاني ممكن انت نايم تسمع. التكرار الكثير مهم يا اخوان، خاصة في القرآن. القرآن يا اخواننا ما زي العلوم الثانية بتاعت الدنيا، علوم الدنيا دي عادي بتحفظها ثاني وقت تنسى. في وحدات انت بتحفظها ذاته انت ما عين بس من الفصل سايب ما قريت. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن: لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعف، أو قال من الإبل. ها؟ وأمر بتعاهد القرآن. القرآن ده عزيز. نسيت منه تلقى نفسك شنو؟ نسيت. فلابد تتعاهدوا وتكرروا. تكرروا في الصلوات الخمسة، يعني لو في أي صلاة بتقرأ شيء من المحفوظ تلقى نفسك شنو؟
قويت. شيء ثاني قوم ديو قبل او مثلا الدقشيه وقت الدقشيه او قبل الدقشيه قوم صلي بيه ركعتين كل مره، تلقى انت يوميا ابدا من الجديد او من القديم، تلقى كل مره انت ماشي مستمر. مثلا بديت من القديم من اول ما حفظت ماشي تلقى نفسك مشيت تمام، وبتلقى نفسك اتعودت على عباده عظيمه جدا هي عباده قيام الليل. فالانسان يستعين بها. الشيخ ما حكم الباقي على الميت النياحه على الميت وشق التوب؟ النياحه على الميت وشو؟ شق التوب. شق التوب. النياحه على الميت كبيره من الكبائر محرمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث او قال اربع من امور الجاهليه في امتي لا يدعونها ابدا، فذكر منها النياحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحه اذا لم تتب بعثت يوم القيامه وعليها سربال من قطران وجرع من جرب. يعني ده عذاب يوم القيامه. والنياحه يدخل فيها امور كثيره، من النياحه مش فقط الكواري، يدخل فيها الصيوان اللي بيعملوا له العزا ده برضه من النياحه، زي ما قال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت وصنيع الطعام من النياحه. واما شق الجيوب هذا لا شك انه من امر الجاهليه، لان هذا فيه اعتراض على الله. المرأة مثلا مات لها زول عزيز ابوها اخوها راجله كده، تقوم تشرد جيوبها وعش البيتات وانت كنت بتقرب الحمارات وكلام فارغ سائل. كواريك دي بترجعوا؟ ما بترجعوا. فده يا اخواننا كله حرام. والانسان لابد تشوف دي كلها دي موجوده في المجتمع، انت لازم الموضوع ده تعرف الادله عشان تبين لخالتك لجارتك لامك لكذا لكذا توريك الكلام ده ما يعمل. والانسان ذاته مطلوب انه يوصي انه اذا هو مات ما في زول ينوح عليه. الضبيحة إذا مات مثلا واحد من جيرانكم موجود كذا يعني في الحلة، فأنت تطبخ مثلا وتعمل لأهل الميت عشان أهل الميت ياكلوا أهل الميت لأنهم مشغولين، ده ما في مشكلة. لكن اللي بيعملوا أهل الميت ذاته يمشي يجيبوا الخروف، أبوه مات تلقى الأولاد قاعدين، أنت أمشي للمغابر جاهزه، أنت غسل الحاج، أنت أمشي جيب الكفن، أنت أمشي وري ناس الحلة الفلانية، أنت أمشي جيب البوكس نرفع الجنازة، أنت أمشي جيب الخرفان، أنت أمشي أرفع الصيوان. ده ما نياحة؟ دي نياحة ولا لا؟ دي مش نياحة، دي فوق النياحة. إذا كان جاب طعام للناس ما تاكل، ما تمشي تاكل. ها؟ ما ده قال لك من النياحة، النياحة حرام. جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت، الميت ده دفنه اجتماع ما فتح. وصنيعة الطعام من النياحة، إلا أنت تصنع لأهل الميت طعام لأنه شو؟ شغلوا الميت. لما قتل جعفر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا ده ما بيعملوا آل جعفر، لأنه آل جعفر مشغولين بوفاة والده. يعملون الناس جيران وكذا. صديق مثلا هنا في الخلوة لو في وفاء مرات بيجيبوا لهم أكل هنا للطلبة هو أظن بيسأل مني صح؟ عندي؟ لا لا تمام. هاي بيقول لك الأربعين بعض المرات بيجيبوا زلابي وشكل ها؟ أيوه بيقول لك مودين الخلوة وكذا. إذا هم دايرين خير للبيت يعملوا له سبيل يتصبغوا مثلا يقولوا يا أخي دايرين ندعم الخلوة دي كده معلش. أما تقعد الذكرى 40 يوم كده 40 يوم بعد الميت نجيب المصاحف نختم القرآن ونمشي نودي ده في الذكرى 40 أو بعد سنة أو بعد أيام معينة ده بيدعوا الحرام. طيب إذا كان بدون ذكرى يعني إذا دي عملها صدقة للبيت العملها صدقه للميت ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه
جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يعمل له مثلا على سبيل الخلوة يعمل قرآنية كذا حاجة جارية ما في مشكلة للميت عشان يرجع أجورا للميت يزور الميت. جزاكم الله خير. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.